أشكر معالي السيد مراد نورتو على كلمته، والآن أدعو معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بيده الخير والعدل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين الذي له علينا كل فضل، وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأخ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أنقل إليكم خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتمنياته الصادقة بأن يكلل هذا اللقاء بالنجاح في ظل هذه الظروف العصيبة التي تتطلب منا مجتمعين جهوداً فعلية لإنهاء معاناة وآلام الشعب الفلسطيني الشقيق ومساعدته في نيل حقوقه المشروعة. إننا اليوم نشهد أزمة إنسانية تفاقمت في كل من غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر وسياسة الإبادة التي تمارسها إسرائيل، حيث تزهق الأرواح ويحرم الأبرياء من أبسط حقوق الحياة. إن مشاهد القصف والدمار والإبادة التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية الأساسية تتجاوز كل مقاييس الإنسانية، وتستدعي منا العمل المشترك من أجل فتح ممرات إنسانية بلا قيود أو شروط أو عوائق. وإننا في سلطنة عمان نؤكد موقفنا الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العدائية لإسرائيل في لبنان، ونشدد على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة، لأن العدالة هي أساس السلام، وسماع صوت القانون والرضوخ له والمساءلة هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة. لقد امتدت آثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة وفي لبنان لتشمل تصعيداً خطيراً في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره. إننا نؤمن جميعاً أن لا سبيل للسلام والاستقرار إلا من خلال حلول سياسية قائمة على احترام حقوق الشعوب وصيانة سيادة الدول، لأن الاستقرار الذي ننشده لمنطقتنا لا يتحقق إلا من خلال رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل. ومن هذا المنطلق فإن سلطنة عمان ثابتة في تأييدها لحل الدولتين سبيلاً أساسياً لتحقيق السلام العادل. إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه. ولذلك ندعم المبادرة المباركة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بشأن تشكيل تحالف دولي يسعى لتحقيق حل الدولتين، ونؤكد على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، وأولها اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية. وسيكتب التاريخ
في صفحاته بأن هذا الجمع الكريم كانت له يد في تثبيت ذلك الحق المشروع. وفي هذا السياق نقدر مواقف الدول التي بادرت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وندعو الدول الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة لتساهم في تعزيز الحق وإرساء العدالة التي طال انتظارها، ليرفرف علم فلسطين في سماء الحرية مؤذناً بإحقاق الحقوق الأصيلة. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا التوفيق والسداد في هذه المساعي النبيلة، وأن يوفق أمتنا الإسلامية لما فيه الخير والنفع، وأن يعيننا على نصرة الحق وإرساء السلام في المنطقة والعالم أجمع، معربين عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم لهذه القمة الهامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.